طالبت عشائر البركات في محافظة المثنى بمحاكمة علنية لجميل الشمري المسؤول الأول عن مزرعة الناصرية وإقالة الحكومة غير الشرعية، مؤكدة أن الجرائم التي ترتكبها السلطة ترتقي لمستوى جرائم الحرب. المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التدخل العاجل لوقف نزيف الدم من هذه العصابات الموالية للسلطة الغير شرعية والتي رفضها الشعب. 2، نطالب مجلس القضاء الأعلى بمحاسبة المجرم جميل الشمري وزمرته ومحاكمتهم علنيا أمام الشعب لإحقاق العدالة ووفاء لدماء الشهداء. 3، نطالب بإقالة الحكومة الغير شرعية المرفوضة من الشعب بدمائه التي ما زالت تسيل في ساحات التظاهر.